السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو هذا إن شاء الله غادي نتكلم على بعض المسائل، وأنا خصوصا دائما في الفيديوهات ديالي كنعطي نصائح ولا كنوضح بعض الأمور اللي كيوقع فيهم الجالية المغربية هنا في إيطاليا، خصوصا مع الخدمات ولا مع الأجنسيات اللي كتكون وسيط بينه وبين رب العمل. هذه المرة هذه الرسالة ديالي موجهة للمغاربة اللي في المغرب او لا في اي بلد عربي او لا حتى الدول العربية. الرسالة ديالي هو انه الانسان ملي كيكون واحد الشخص مشى وخدم عند واحد الشخص اخر، يعني وداه عنده خدام عنده، ما كيديرش ليه الوثائق ديالو كما يجب. يعني كيجي وكيقول لي انا غادي نرسمك ولا غادي ندير الكونترا ديال الخدمه او لا غادي نوقف معاك ولا غنساعدك، وهذه يعني وعود كاذبه، يعني مجرد كلام كيقولوا ليه وفي الاخر كيزدق حتى شي نتيجه، يعني باش كيطول به المده وكيستغلوا اكثر. في هذه الحاله هذه اشنو كاين الحلول؟ يعني بالنسبه للتجربه ديالي انا في المغرب، يعني كانت واحد التجربه مع واحد الشركه كنت خدمت معها ديال الميكانيك، ماشي ميكانيك سيارات، يعني ميكانيك اون جينيرال ديال هيدروليك وديال داكشي ديال الكروات والتراكسات، وهذه خدمت معاهم مده 3 شهور الاولى، يعني ما كاين حتى شي حاجه، مجرد انه شحال كان كيعطيك في السيمانه، يعني كيقول لك انت عا كتعلم غادي نعطيك 70 درهم، يعني شنو غادي يدير لك 70 درهم في السيمانه؟ راه ما يعني كنهضر في هادشي في 1998 99، يعني قبل ما نجي هنايا. وتعرفت على واحد الشخص اللي كان هو اللي وضح لي وشرح لي القانون كيفاش في المغرب. القانون هو انه اول حاجه كاين نقابه الشغل وكاين مفتشيه الشغل. انت في هذه الحاله هذه كتمشي عند نقابه الشغل، ربما كنظن بان نقابه الشغل الاغلبيه كيكونوا دايرين يدهم مع اصحاب العمال والشركات هذيك، ولكن ماشي كلهم، يعني في اي بلاد كتلقى الناس اللي ما كتطبقش القانون، ولكن ماشي كلهم بانهم راه ما كيطبقوش القانون. راه ربما تلقى واحد الشخص هو اللي غادي يوضح لك انت المده ديال 3 شهور او 6 شهور وانت خدام وعندك ادله بانك راه خدام، يعني راه كيتبت عليه بانه غادي يرسمك وبزز منه، يعني غيرسمك بكونترا مؤقته ديال عام. زياده على ذلك الى مشيتي لمفتشيه الشغل، مفتشيه الشغل راه ربما كتلقى فيهم حتى هما ناس اللي غادي يقدروا يطبقوا القانون وغادي يوقفوا معاك. لهذا احنا كان في هذه الرساله هذه نوضح لكم جوج الحوايج، كاين نقابه الشغل ومفتشيه الشغل. المهم كما قلت لكم من الحظ ديالي انه من بعد 3 شهور ديال الخدمه جات مفتشيه الشغل. ديك اللحظه هذيك فاش جات مفتشيه الشغل، يعني الباترون ديال الخدمه قال لك تخبى وما تبانوش، يعني ما تخرجوش، راه كاين مفتشيه الشغل غادي يديروا كونترول غيشوفوا الخدامه. وهادي وحنا كنا على الاغلبيه شي 13 واحد، ما كناش بزاف، ولكن كنا جوج اللي ما عندهمش الوراق ديال الخدمه، يعني ما مرسمينش. في ديك اللحظه هذيك دخل على غفله من الباب الاخر واحد من هذوك مفتشيه الشغل ولقاني تما وسولني شحال المده انت خدام، اش من تاريخ انت خدام، واش عندك شهود بانك انت خدام هذه المده هذه وهذه، يعني كانت الامور غاديه هي هذه. انا وضحت لهم وقلت لهم صراحه بانني ماشي يلاه جيت، كاين اللي كيقول لي يلاه عندي سيمانه ولا 3 ايام وهذه باش تكا تجربه هذه، ولا انا قلت لهم بانني عندي 3 شهور، يعني وخدا ولا كارت ناسيونال ديالي داروا ليها فوتوكوبي، وقلت لهم راه انه كاين واحد الشخص هو معايا راه حتى هو بانه ما عندوش كونترا ديال الخدمه ما مرسمش، حتى هو خدا ولا كارت ديالو، وطلبوا منه انه يرسمنا، اما يرسمنا او لا غيخلص غرامه ماليه. وفي الفعل كان رسمنا وكانت الامور غاديه مزيانه، يعني تصور مع انك كتاخذ 70 درهم في السيمانه، يعني شحال غادي تجيك في الشهر؟ راه ما غاديك والو. من بعد من وليتي كتاخذ 1500 درهم في الشهر، يعني هذه راه كنهضر في 98 99، وكبدايه يعني ما كانش عندي واحد الخبره واحد التجربه. من بعد من هذا دوزت معهم 5 سنين وخليتهم وهاجر. هذه كانت بعد التوضيح، يعني الناس اللي
كيمشيو يخدموا مع هذوك كيبقاو يعطيهم وعود ما تسناوش الوعود ديالهم، راه ضروري بانهم كاينين حلول وكاين طرق بانك اما ترسم معاهم او لا يلقاو لك حل، وتا الحقوق ديالك يمكن تاخذها. ربما في المغرب الناس ما كيكونوش عارفين هذه الاشياء. هذه هي رسالتي للشباب اللي في المغرب، ونتمنى انها تلقى الاحسان والاعجاب ديالكم. والسلام عليكم ورحمه الله، والقاكم فيديو اخر ان شاء الله.